أهلا بالجميع إلى الحلقة الثانية الخاصة بالمصطلحات والعبارات الخاصة بالإعلام. اللي فاتت الحلقة السابقة يشوفها راح يظهر الرابط هنا أو في خانة الوصف. ونبدأ بالكلمة الأولى analyze، يحلل، تحلل دم أو تحلل أخبار، قصة، وضع معين، مشهد سياسي analyze. بينما تحليل analysis، بينما محلل analyst. فمثلا ممكن نقول بطريقة funny joining us from Taz City، انضموا لنا من مدينة تايز the political analyst Abdul Ali، ينضم إلينا من مدينة تايز المحلل السياسي عبدو علي. Joining us from Taiz City, the political analyst Abdul Ali. Super easy. And we're gonna have more detailed analysis about the political scene in Yemen, about the status quo in Yemen. Welcome, Mr. Abdul Ali. Let us talk about the political scene in Yemen. Mr. Abdul Ali is a political analyst. He has been in the realm of politics for many years. So let's take his take on the political scene and the status quo in Yemen. وطبعا لو انت حابب تقول محلل سياسي، محلل اقتصادي، ايا كان، فعادة تقول analyst, political analyst، محلل سياسي. ايا كان حابب تقول محلل فتقول analyst. وطبعا لو انت حابب تقول خبير سياسي، خبير اقتصادي، بامكانك برضو تقول كلمة expert. It doesn't matter. Expert. وممكن تقول كمان كلمة pundit. ممكن تقول political pundits، يعني توازي كلمة الخبير السياسي. وممكن تقول المتخصص specialist. بينما كلمة يعلق، يعني مش علق مثلا ملابس أو يعلق تعليق رياضي على مباراة، لا، تسمى comment، تعليقات. إدلاء بالأعراب برضو تسمى comments كاسم وكفعل. فمثلا ممكن تقول I wanna comment on the political scene in Yemen، أريد أن أعلق على المشهد السياسي باليمن، بمعنى أعطي رأيي عن هذا المشهد السياسي. وإذا سمعت لي مثلا تعليقاتك على يعني سؤال معين، على وضع معين، فأقول لك مثلا تعليقاتك لم تكن محايدة، فأقول لك your comments were not neutral، محايد، not neutral، لم تكن محايدة، مثلا متحيزة، biased. Super easy. بينما لو أنت حابب تعلق على شيء، بمعنى التعليق، عارف التعليق الرياضي على شيء يحدث، يعني تعلق، تعمل وصف لحاجة، لحدث معين، فتسمى commentate. هنا مش بتدلي برأيك، لا، أنت بتعمل وصف كالوصف، يعني كالتعليق الرياضي، commentate. بينما المعلق يسمى commentator. التعليق وهو الوصف لهذا الحدث أو لهذه المباراة يسمى commentary. فمثلا ممكن نقول live commentary، تعليق مباشر، أو radio TV commentary. Super easy. Did you get the difference between the two words? Because they're sort of confusing. If they are still confusing, let me know so I can contact Abdul Ali, the political analyst from Taiz City, to break it down and make it a walk in the park. بينما الشفافية والموضوعية والنزاهة عندنا أكثر من كلمة. موضوعي عادة نقول objective. مثلا النقاش يكون the discussion has to be objective، النقاش لازم يكون موضوعي، يعني مبني على حقائق، مش يكون subjective، غير موضوعي، مبني على آراء شخصية. فالنزاهة integrity. بينما الموضوعية objectivity. subjectivity يعني ما فيش موضوعية في الكلام، بينما النزاهة الموضوعية، وإيش قلنا، وإيش الثالثة نسيت والله، النزاهة الموضوعية، الشفافية transparency. بينما شفاف يعني خلي الكلام يكون شفاف، أو المحادثات بيننا تكون شفافة، فتقول مثلا negotiations، المفاوضات، must be transparent، شفافة، يعني بوضوح. بينما transparency
الشفافية. فمثلا ممكن نقول المحادثات تفتقر إلى الشفافية، فتقول negotiation lacks transparency. Super easy. Did I tell you? But I usually say I told you. بينما سياسي مخضرم، سياسي محنك، سياسي مرموق، فعادة نستخدم هذه العبارات. وعلى فكرة ممكن تشيل كلمة politician اللي هو السياسي وتحل بدالها أي كلمة، يعني لاعب مخضرم، محنك، whatever. فمثلا ممكن نقول seasoned politician، وممكن نقول veteran politician، وممكن نقول a high profile politician. Super easy. ممكن نقول Abdul Ali from Taz City is a seasoned politician. بينما كلمة host المضيف أو host يستضيف يعني كفعل وكاسم، we hostess المضيفة. فمثلا ممكن تقول I'm gonna host you. I'm gonna be the host. But who's gonna be the hostess? Who knows? Your nose or my nose? Or my beautiful rose? Right there at the corner. Let me know if you got the difference between host and hostess. And throw me a beautiful comment down below. What are you waiting for? Just do it. بينما على الهواء فتقول on the air. على الهواء يعني في برنامج تلفزيوني. مش على الهواء فتقول off the air. فمثلا ممكن أقول لك in a moment I'm gonna be on the air. No. I'm not on the air. I'm off the air. You can talk to me or you can WhatsApp me and let's have a heated discussion about the political scene in Yemen with Mr. Abdul Ali from Taiz City. بينما كلمة مباشر يعني تغطية مباشرة أو مثلا مقابلة مباشرة، مش المباشر اللي في المطعم، يعني حاجة تحصل مباشرة على الهواء، فتسمى live تغطية مباشرة live coverage. بينما حاجة مسجلة فتسمى recorded أو pre-recorded مسجلة مسبقا مثلا interviews whatever. So let me know what you prefer, live or pre-recorded or recorded let's say matches. What you prefer, let me know. What are you waiting for? Just let me know and throw me a comment down below.